لدينا احتياطي مريح جدا من العملات الأجنبية في البنك المركزي، وصلت قيمته إلى قرابة 17.4 مليار، تغطي مستوردات المملكة الأردنية الهاشمية لنحو 8 شهور. واسمحوا لي هنا أن أحيي البنك المركزي وأن أشدد على التزام هذه الحكومة المطلق بقدسية استقلالية البنك المركزي، لأن هذه الاستقلالية هي التي حافظت وحمت السياسة النقدية الحصيفة التي وضعتنا اليوم وضعتنا في موضع بأن لدينا هذا الاحتياطي من الاحتياطي التاريخي من العملة الأجنبية التي تجعل الدينار الأردني قوي وتحافظ عليه وسيظل قوي بإذن الله. وإحدى القواعد الأساسية للمحافظة على هذا الاستقرار النقدي هو أن تبتعد الحكومة، أي حكومة، أن تبتعد على الاقتراب من محاولة الضغط على السياسات النقدية والمالية التي يتبناها البنك المركزي فيما يراه علمياً ونقدياً مناسب وملائم لتتعزز موجوداته وليحافظ على العملة الوطنية والتي تشكل ركناً أساسياً من الاستقرار الاقتصادي العام. وهذه الحكومة لديها التزام مقدس بعدم الاقتراب من استقلالية قرارات البنك المركزي التي تحافظ على هذا الاستقرار النقدي للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يصب في النهاية في خدمة المواطن وفي تعزيز الاقتصاد الوطني وفي تشجيع الاستثمار الأجنبي وفي الموثوقية الدولية في الاقتصاد الوطني الأردني، بعيداً عن شعبويات تطلب من الحكومة بأن تتدخل وبشكل انتقائي فيما يتبناه البنك المركزي من سياسات قائمة على قواعد علمية لكيف تدار السياسات النقدية. لن تتدخل هذه الحكومة في استقلالية قرارات البنك المركزي في هذا الصدد بأي شكل من الأشكال، ولن تسعى إلى ذلك بأي صورة من الصور. وكالات التصنيف الائتماني حافظت أو رفعت التصنيف الائتماني للمملكة الأردنية الهاشمية. سيستعرض زميلي وزير المالية في جلسة مقبلة الليلة، هو ومحافظ البنك المركزي، الملامح العامة للتوقعات الاقتصادية وللاقتصاد الكلي. مثلما سيصار إلى استعراض التوقعات الاقتصادية على مستوى العالم والإقليم، نحن جزء من العالم وجزء من الإقليم. حالة عدم اليقين السائدة في العالم والمنعكسة على الأسواق والاقتصادات العالمية هي حالة مستمرة. نوائم ونؤقلم أنفسنا على هذه الحالة وعلى التعامل مع هذه الحالة. استطعنا بنجاح ورغم حالة عدم اليقين أن نحتوي ضغوطات تضخمية نجمت عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية. وصل معدل التضخم في المملكة الأردنية الهاشمية 2.7% حتى نهاية شهر تموز، مقارنة بمعدل تضخم 3.6% بالمية للفترة ذاتها من العام الماضي.